بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس 13 من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس الابتدائي، قسم الحديث بعنوان صلة الوالدين غير المسلمين. بر الوالدين وصلة الأرحام من الأمور التي رغب فيها الإسلام، لكن لو كان ذو الرحم غير مسلم فهل تجوز صلته؟ نعم، وكيف تكون ذلك؟ بصلة الرحم العادية. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قادمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سألته، قلت: إن أمي قادمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ يعني جاية تصلني، راغبة يعني تريد أن تصل بنتها. قال: نعم، صلي أمك. قدمت علي أمي، يعني أم أسماء، هي قيلة بنت عبد العزة العامرية، قدمت المدينة في زيارة ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي كان فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش العهد والصلح، اللي هو صلح الحديبية. فاستفتيت، أي في جواز استقبالها وبرها وصلتها، لأنها كافرة راغبة ترغب في الصلة والبر. أفأصل؟ الصلة بمعنى البر والإحسان، وتطلق غالبا على الإحسان بالمال. التعريف براوية الحديث رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر، صفاتها: قال ابن الزبير رضي الله عنه: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهن. ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، جودة يعني تنفق في سبيل الله، وجوادهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، يعني تجمع الفلوس وبعدين تتبرع بها. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، على طول اللي يجي حتى ولو قليل تخرجه تجود به. عائشة بتجمع، أما أسماء لا تجمع، على طول لا تدخر شيئا، هذا جود. من فضائلها سميت بذات النطاقين، وتقول في سبب ذلك: صنعت صفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، وهما في المستخبيين في الغار من الكفار، عملت الطعام والشراب عشان تروح تعطيه للنبي وأبو بكر صلى الله رضي الله عنه في الغار. فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاق، يعني مش عارفة تربط الأكل والمية دي بإيه. قال: شقيه باثنين، شق النطاق ده باثنين، فاربطيه بأحدهما. فلذلك سميت ذات النطاقين، لأن شقت نطاقها إلى نطاقين. فوائد الحديث: جواز صلة الأرحام غير المسلمين بالمال، يجب أن ينفق المسلم على والديه وإن كان غير مسلمين، سماحة الدين الإسلامي في تعامله مع غير المسلمين. يدخل كثير من غير المسلمين في دين الإسلام بسبب المعاملة الحسنة. تعالوا نشوف الأفعال الطيبة والأفعال غير الطيبة. الإحسان أفعال تقرب إلى الإسلام، الإحسان، بر الوالدين، الكذب هذا أفعال تنفر لما تكذب عليه، السخرية لما تسخر منه ينفر، السب ينفر، الغش ينفر، الوفاء بالعهد يقرب.
الرحمة، ما ترحمهم وتعاملهم برحمة وشفقة يحبوا الإسلام. يبقى عندي حاجات طيبة وحاجات غير طيبة. الإحسان بر الوالدين، الوفاء بالعهد، الرحمة التي تنفر الكذب والسخرية والسب والغش. نتعلم لنعمل، أساهم في بيان سماحة الإسلام مع غير المسلمين، يعني أعملهم معاملة حسنة. أفخر بديني وإسلامي حيث أعطى كل ذي حق حقه. التقويم، أكمل الفراغات فيما يأتي بما يناسب. يجب أن ينفق المسلم على والديه وإن كانا غير مسلمين. سبب تسمية أسماء رضي الله عنها بذات النطقين أنها صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبيها أبي بكر، فلم تجد ما تربط به الطعام والسقاء، فسألت أبيها وقالت لا أجد غير نطاقي. فقال شقيه نصفين فاربطي فاربطيه بأحدهما. فسميت بذات النطاقين. النقط بتاعت الياء أبي نطاقي طبعا هذا كان في وقت الهجرة. سفرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في وقت الهجرة وهما مختبئين في غار ثور. قالت أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة. أبين المراد بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الذي كان فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش العهد والصلح، وذلك بعد الحديبية اللي هو صلح الحديبية.
الزمن الذي كان فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش الصلح، كان بينهم صلح، يبقى هذا معنى عهد النبي، ان كان فيه صلح بين الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلح الحديبية سنة 6 هجرية، صلحهم على أن يعود المسلمون هذا العام ويأتوا العمرة في العام القادم، واللي يجي من المسلمين للكفار ياخدوه، واللي يجي من الكفار للمسلمين يرجعوه، واللي تدخل القبيلة في حلف النبي تدخل، واللي تدخل في حلف الرسول تدخل بشرط لا يعتدوا على بعض. ثم بعد ذلك نقضت قريش هذا الصلح وتم فتح مكة. في الختام لا تنسونا من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.